جاهزة للانطلاقة. They all set, they're off and racing. انطلق أول أشواط الأمسية على كاس بي بي كي من مسافة 1200 متر بمشاركة 15 من الخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو بانطلاقة كحيلان العاديات 1813 مع الفارس حسن الصفار بشعار فيكتوريوس يلحق به ثانيا. هنالك الصويتية ام 926 مع الفارس جيمي كوين بالكابل أبيض. المركز الثالث من جانب السياج هنالك يتواجد أيضا الصقلاوي 1807 مع الفارس ماركو مونتريسو. الكري بشعار كي اتش كي في المركز الثالث مع الفارس حسين مكي. بينما رابعا هنالك أيضا يتواجد الصقلاوية 1799 مع الفارس إبراهيم نادر. هنا تخطف الصدارة الآن من قبل الكري 1814 الذي تشارك أول مشاركات من وسط الجهاد. هنالك أيضا حيلان العاديات 1813 مع الفارس حسن الصفار. لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع حيلان العاديات 1813 مع الفارس حسن الصفار. ومن وسط من جانب السياج انطلاقة الكري 1813 مع الفارس حسين مكي. من وسط الجياد انطلاقة الحمداني أيضا مع الفارس عبد الرحيم جاسم. لكن حيلان العاديات 1813 من يقص شريط الأمسية مع الفارس حسن الصفار. المركز الثاني هنالك أيضا الكروش 1800